إنجاز جديد، نهائي جديد، فوز جديد، مبروك مبروك حازم. والله يوفقك وإن شاء الله حمزة مبروك. حمزة والله يوفقك. رح ناخد سؤال أو اثنين لحمزة، بعدين ننتقل للنجوم المدربين، وإذا بتحبوا أنا كفي معكم الأمور غير المخصصة لذا فويس كيدز، أنا جاهز إذا حبيتوا. تتفضلوا لسؤال او اثنين لحمزه. مين بحب يبلش؟ مثل العاده الاسم الكريم والمؤسسه الاعلاميه اللي بتمثلوها. تتفضلوا اذا سمحتوا. مين بحب يسال حمزه شيء؟ تفضلي فابيان. تفضل بليز مدحت. تفضلي. فابيان من موقع بابو ظبي. حمزه بدي اسالك، انت كنت حاسس يعني قيصر اول مره كان اللقب له، انت كنت حاسس انه اليوم فرص النجاح لك اكثر لانه انت المدرب تبعك صار مخضرم اكثر واخذ اول مره اللقب وهيدي لثاني مره؟ يعني كنت متوقع شوي، ولكن يعني ما كنت داير بالي يعني بالحر. حمزه، شو شعورك اليوم بالفوز بذا فويس كيدز؟ شعور كثير حلو. مبسوط؟ ايه. كنت متوقع هالنتيجة وقت اللي فت على البرنامج شاركت فيه؟ اكيد. كنت متوقع انك شوي؟ ما شاء الله عليك. كان بدي اسال ما بعد ذا فويس كيدز، هلا حمزة مبروك وقدامه مسيرة كثير طويلة، بعده عمره صغير، ولكن بخياراته المقبلة إذا ما استشارك فيها رح تكون راضي، حسينا اليوم إنه كأنه ما كنت كثير راضي على أداء مشتركة قبل، ليه بحسيتها؟ لا كنت راضي، بالعكس صوتها كثير حلو. لا أصبح كخيار. كخيار صح. أنا الآن كنت قبل المقابلة كنت أحكي مع حمزة إنه ما يوقعوك باختيار أغاني ما تناسب صوتك. بعدين يطلع صوتك صغير، انت عندك قدره انك تأدي اغاني صعبه، فاتمنى انه تتصل بي وتسمعني الاغنيه حتى احكي لك نغنيها وما تغنيها. فعلا انه في اصوات حرام يعني تظلم لما يختاروا لهم الحان بعيده تماما كل البعد عن طريقه ادائهم. تعرفين طفل هالعمر ما عنده الخبره الاختيار، واحيانا يعني شباب كبار يعني عندهم خبره بالمسيره، مسيرتهم واختياراتهم ايضا تكون ضعيفه بعض الشيء مرات، يعني في اصوات جميله جدا بس اسمعها حتى اختيارات الاغاني. اعتقد هذه ضروري انه نوجه الاطفال او المواهب على اختيار فعلا الاغاني اللي تناسب صوتهم وفيهم يبدعوا. عم يسألوك عن خياراتك بالمرحلة المقبلة يا حمزة، أنت مع إنه هلا تختار أغنيات وتسجل أغنيات قبل ما توصل تخلص دراستك ويكتمل نمو صوتك؟ يعني أكيد، ولكن بتبع الدراسة أحلى. أستاذ قاسم، أنت مع إنه هلا ينعمل له أغاني؟ طبعاً في مرحلة كمان انتقالية بالصوت. صحيح. يمكن لو ملاحظة احنا كم مرة ذكرنا في البرنامج وبالحلقات، كم مرة ذكرنا الدراسة أولاً ومن بعدها موهبتك.
الموهبة ما تتطور إذا ما تكون أنت في دراستك مجتهد. أعتقد بالدرجة الأولى هم يعرفون بالضبط شو نصايحنا لهم. يعني مش مهم إنه إحنا نتكلم بصورة عامة، هي الموهبة هذه هبة من الله، يعني ما المفروض يسكت عنها. يعني أوكي إحنا مرات عندنا نظرة إنه غناء وموسيقى هي فقط للفرح. الغناء والموسيقى هو أيضا حالة حال الرياضيات والهندسة، أيضا هي قوي عند الخيال وتخليه يكون ذكي جدا وتخليه يتعامل مع الأمور بشكل أكثر تركيز. أعتقد الموسيقى مرحلة حلوة بحياته، وأعتقد هي أيضا راح تساعده أن يكون مشتغل أكثر في الدراسة. شكرا حمزة، مبروك. وبتحب تهدي فوزة لحدا؟ لكل اللي قدم على The Voice Kids. شكرا كثير، برافو عليك. إذا بتحب تبقى معنا بالأودينس حمزة، إذا بتحب تبقى هون أهلا وسهلا فيك. رح نبلش عن The Voice Kids، بس بدي أقول لكم سريعا، أولا باسم NBC بدي هني قادم الساهر بفوزه المزدوج، ولكن أيضا بدي هني من القلب نانسي عجرم وتامر حسني على الروح الرياضية، على دعمهم لكل المشتركين. صحيح كل كوتش نجم كان بده يربح حدا من فريقه، بس شعرنا من كل قلبنا انه نانسي وتامر انبسطوا لحمزة بقدر ما انبسط له كاظم. فشكرا نانسي، شكرا تامر على الروح الرياضية وعلى نجوميتكم وعلى خبرتكم، وطبعا كاظم يعني كمان شكرا لك. Voice Kids Season 2 اجت تتم للموسم الاول الناجح كثير، خامات صوتية استثنائية، قيمة انتاجية عالية بين فريق NBC وتلفا ميدل ايست والاخراج لجنان مندور، اضف الى ذلك قنوات العارضة اللي هي قاطرات نسب مشاهدة دائما. البعد الانساني بذا فويس كيدز كتير كبير، لانه نتذكر بفترة تبليغ المشاركين بتأهلهم للبرنامج كيف شفنا قصص خيالية من الانسانية. وخامس معطى مهم كتير هو معطى الأمل. هيدا برنامج مثل ما تفضلوا النجوم خلال الحلقة، فوت وتفضلت نانسي، فوت أمل، أدخل الأمل إلى كل بيت عربي مساء كل سبت. هيدا نحن بمجموعة NBC نرى الأمل في كل مكان، هذا شعارنا، ونحن فخورين إنه برنامج مثل The Voice Kids بيجسد الأمل. لن أطيل عليكم، بترك بفسح المجال امام الاسئله والاجوبه للنجوم الكرام محصوره بذا فويس كيدز، وبتحبوا ناخذ الاسئله الباقيه انا جاهز تما نقحمهم بمسائل ما بتتعلق بالبرنامج. اسمحوا لي، انا اعتقد احنا فعلا بهذا الظرف الصعب انه ما زلنا عندنا هالامل الحلو، ما زلنا نحلم بمستقبل يكون غير الوضع اللي نعيشه الحالي، وهذا المستقبل هو متمثل بالأطفال، أطفالنا مستقبلنا. أنا أعتقد يعني عندنا كل الأمل إنه أطفالنا أن يحولوا هذا المآسي اللي بنشوفها يومياً إلى مستقبل أجمل، مستقبل أكثر ذي محبة وسلام، مستقبل أكثر وعي، أكثر حتى نضج بالاقتصاد بكل كل كل ما ترى في المجتمع، كل ما يخدم المجتمع بصورة عامة. فأعتقد إحنا لما نرعى هذه المواهب ونشجعها، ومو بس مواهب اللي تجي عن في موسيقى، أنا أتمنى في برامج تلفزيونية كثيرة أن تكون للأطفال، وشرط بس بالموسيقى، هناك أشياء كثيرة. إحنا أطفالنا مبدعين على فكرة، إحنا أطفالنا فعلًا مبدعين في الوطن العربي. ومحتاجين من يدعمهم، من يمد يد ومساعدة لهم، يعني حتى يكتشف مواهبهم بكل أشياءهم، بدراستهم، بثقافتهم، بكل الأمور الأخرى. فأعتقد البرنامج هذا رائع يعني، وأنا بعد ما راح أطيب فعلًا، أنا حبيت أشكر نانسي وتامر، لأن أنا فعلًا حسسوني أنا مع عائلتي. يعني أولًا نانسي أكرمتنا كثير في لبنان، وشكرًا دعيتينا في بيتك وعرفتينا على الأهل، وشكرا لتامر لأن كان فعلا مع يعني ما أعرف شو أحكي لكم، علاقة أكثر من رائعة، كنا إخوان
بالبرنامج ومحبين لبعض. انا هاي تركت اثر جواي والله العظيم، لو كنت هو تامر او ناسي كنت حفرح اكثر مما افرح لنفسي. يعني حتى شفتوني اليوم انا الفرحه يعني بسيطه، لان كل اطفال احنا عندنا على المسرح هم واحد كان. بس المهم انه انا حبيت اشكر ناسي وتامر. شكرا. ناسي، شو اهميه البرنامج اليوم بظل الاوضاع القائمه؟ انا ما رح اطول كثير، بس في فكره تيجي على بالي اولى وعيشتها وعشتها بتجربة دفورس كيدز، وكنت عم حس انه عن جد كل ما اجي، مع انه نحن عم نصور وعم نتعب ويمكن كنا عم نقضي 6-7 ساعات بالتصوير وما كنا عم نحس بهيدا التعب، يعني فكرت هيك للحظة قلت يا ريت كل الحياة، حياتنا نحن بالعالم العربي، يا ريت حياتنا بتكون مثل تجربة دفورس كيدز، لأنه تجربة فعلاً بريئة صافية كلها سلام، كلها حقيقة. يا ريت نحن منعيشها بحياتنا اليومية كل يوم. أنا كنت عم حس إنه هذه مديتيشن لإلي، مثل كأنه حدا عم يحضر فيلم ليأخذ أفكاره لغير محل لحتى ما يفكر بشيء بيزعله. برنامج The Voice Kids والتصوير كله، وجودنا هون مع الأطفال، نحن وعم نحكي معهم، نحن وعم نسمعهم، نحن وعم نعيش قصصهم وعم نعيش مراحل حياتهم، يمكن بكل دقيقة أو بكل ساعة كنا عم ننبسط بكل فكرة عم يعطونا إياها، بكل حوار عم بيدور بيناتهم، وبصوتهم وبحضورهم وبكل شيء بتعلق فيهم. شكرا نانسي. تامر، شو الانطباع؟ عالم عربي مشتعل وVoice Kids يأسر العائلة العربية بكافة أفرادها كل مساء سبت، شو انطباعه؟ شو أهمية البرنامج؟ الحقيقة طبعاً أنا شايف Voice Kids طاقة كبيرة جداً، يعني طلع قصاد التوتر العربي الكبير والحروب والدمار والقتل والدم، في طاقة أمل البرنامج بيصدرها للطفولة العربية. يعني لما تيجي تطلب من جيل انه يطلع يحلم، هيحلم ازاي لو مفيش مكان بيستمد منه طاقة ايجابية؟ يبقى عايز يحلم زي الاطفال دي، يبقى عايز يقف مكانهم، يبقى عايز الناس تسقف له، ويبقى عايز يشرف بلده. فالبرنامج ده بيعلم الطفل من السن ده يعني ايه حلم، يعني ايه ارادة، يعني ايه طموح، ويعني ايه انه يخش منافسة. بدري على سنه، بس بنتعامل مع الطفل وكأنه حد كبير. يعني في ناس بتقول بس حرام بيبكوا، لا، خلي الأطفال بتوعنا يواجهوا من دلوقتي، يبقى في مواجهة ويبقى في تحدي ويبقى في عشان نطلع جيل ناجح. فأنا شايف إن البرنامج بيصدر الفكرة دي، وأنا بحيي الروح الجميلة اللي في البرنامج، وبحيي طبعاً أستاذي وحبيب قلبي كاظم الساهر على الفوز للمرة الثانية، فعلاً يستحق طبعاً. وحمزة يعني أنا زي ما قلت عليه عملاق، يستحق بكل جدارة، ربنا يوفقه يا رب، صوت يعني عملاق فعلا، ربنا يقدره ويكمل المستوى ده. وبشكر طبعا نانسي فعلا زي ما قال الأستاذ كاظم، كان بترحب بينا دايما، كنا حاسين ان احنا في بيتنا. وبحيي زوجها يعني دكتور فادي على الروح الجميلة، والحقيقة احنا حاسين احنا أسرة، وده اعتقد السنة دي أكتر كمان، اعتقد انتوا حسيتوا ده على الشاشة أكتر السنة دي. شكرا تامر. انا كل الاصوات اللي اخترتها هي بفريقي، وهي انا اخترتها وانا حبيتها. اصول البرنامج وقانون البرنامج انه يبقى صوتين، اختار انا صوتين، ونحن بذا فويس كيدز نحن ببرنامج، فبدي يا ريت انه نشيل الطائفيه على جنب، ونشيل السياسه على جنب، ونشيل كل الافكار يلي ما عم نسمعها الا بعالمنا العربي، وهيدي الافكار هي اللي عم تنزع جيل ورا جيل. نحن بمنافسه شريفه، الاطفال نجحت كلها، الاصوات اللي عم نختارها حسب نحن احساسنا كفنانين، نحن وقاعدين كفنانين نحن بنختار، بس هن كلهم بفريقنا، وحتى فريق كاظم هو فريقي، فريق تامر هو فريقي، نحن كلنا مثل كأنه على فرد روح وعلى فرد فكر مع كل هالأطفال. شكرا نانسي. أستاذ كاظم، وأنا على فكرة ما راح ألوم الجمهور،
الجمهور لما يتعاطف مع موهبة مثلا أنا ما خليت أغنى من فريقي من حقه. الجمهور إلى إنه يسمع الطفل يغني بس ما عنده خبرة للأسف اللي إحنا نريدها واللي يريد الطفل يحملها ويكون على المسرح. مثلا في من الأصوات الجميلة اللي أنا كثير أحبها يمان، من الأصوات الرائعة، من الأصوات يعني هو وحمزة عندهم تقريبا الأسلوب، بس على المسرح خجول، يعني على المسرح مرتبك يضيع النوطات. بعد محتاج له شوية، بعد محتاج له أكثر، يمكن السنة القادمة إذا قدم، يمكن أنا متأكد يمان لو قدم ثقة أكثر حياخذها السنة القادمة. الجمهور إلى الحق يسمع صوت، لا ليه طلعت هذا الصوت؟ بس احنا وجهة نظرنا احنا نريد صوت قوي على المسرح يخدمنا، يعني انا اريد صوتي يخليني افوز. نانسي تامر يريدون صوت حتى يفوزوا، احنا نريد صوت قوي على المسرح، يعني ما عندنا مصلحة نبعد الصوت القوي عنه. شو مصلحتنا بالموضوع؟ لا انا اريد الصوت القوي معايا حتى انا افوز. فاعتقد الجمهور يعني معذور، بس اتمنى انه يترك يعني شويه، ما يكون قاسي شويه، خلي بس يعطينا الفرصه انه حتى نفهمه انا ليش اختاريت حمزه وبقيت الاخير، او ليش مثلا تامر بقى اشرقت، او ليش مثلا نانسي بقى مشتركيها معها للاخير المواهب الحلوه الاخير. في كل واحد عنده وجهه نظر صح حقيقه يعني، ومعذره للجمهور اللي ينفعنا كمان عندهم حق اللي يتعاطفوا مع الاطفال واحنا نتعاطف معهم. سدارين انا بدي اذا سمحتي ضم صوتي لصوت نانسي، لانه عن جد حرام هالبرامج ناجحه والولاد بيفرحوا فيها ونفوت هالقد فرح وامل على البيوت، نسيس كل شيء وندخل في الطوائف والاحزاب والجنسيات. سوري بس حرام هالولاد كمان يسمعونا عم نحكي بهالمواضيع. معك حق 100%، انا عم ضم صوتي لصوتك وقول تفضلتي فيه، خليهم يفرحوا بمكان ما على التلفزيون وببرامج، لانه ما في برنامج طلعنا فيه، انا صار لي تقريبا 12 سنه بام بي سي، دائما في خبريه حول ليش هيدا مش هيداك وليش هيدا جنسيته هيك مش هيداك. طبعا يعني اوكي ماشي، بس انه بنتفهم، بس انا ما قريت هذا الكلام، في فنانين يعني في بعض الفنانين انا ما بعرف اسمعهم يعني. طيب حقيقه امام الاطفال لما من اول ما دعوني في البدايه يعني كنت خايف، ولكن أنا ما تنسى أنا بديت بحياتي أستاذ مدرسة. أنا كثير فحسيت إنه هاي مسؤولية يعني، ومن أول ما دعوني لو تعرف رحت جبت الكتب القديمة حتى أقرأ حتى كيف أتعامل مع الأطفال إنه حتى ما أخطأ، لأن التعامل مع الأطفال غير ما التعامل مع شباب مثلك. فأعتقد كانت فرحة لي أنه أنا أكون معهم حقيقة. كنت أشوف نفسي لما قدمت في لجنة الهواة، وكنت أريد أحد يحترمني ويحترم موهبتي قبل ما يشوف أنا شو لابس أو أنا من أي من وين جاي، من يعني كنت ضعيف وصعلوك وغيتاري في إيدي، يعني كنت خايف مرتبك جداً، لأن أنا ما أنسى يوم من الأيام كنت دخلت على اللجنة أول ما شاف ما يشوف كل شيء، يشوف على حذائي، يشوف على يعني شو لابس، شو هذا مثلا، كنت مرعوب أعمل برجلي هالشكل أغطي حذائي إنه حتى اليوم قديم كان. أنا هذه كانت بالنسبة لي لحد الآن ما أنساها، ألم كبير كبير، ولكن إنه حلو الطفل لما نتعامله وتبين له حتى لو خرج من المسرح تبين له إنه أنت عندك القوة العظيمة اللي جيت فيها على المسرح وقفت، حيفتخرون بك أهلك، يفتخرون بك أصدقائك، المهم جيت غنيت، غيرك ما عنده هذه الفرصة، حتاخذها وتروح. يعني حسيت نفسي مسؤولية بنفس الوقت متعة يعني حقيقة مع الأطفال، وأستفيد. أنا تعلمت من عندهم الجرأة، القوة، الثقة. كل حفلة أخرجها على المسرح كأني أول حفلة أنا عندي، أرجف في هالشكل سترس يعني على المسرح كأنه مغني بحياتي. الطفل يطلع على المسرح يتمشى على المسرح ولا همه. هذه نتعلمها من عندهم الثقة،
القوة اللي عندهم، الضحكة، رغم انه هو رغم انه هو خسر ولكن يضحك، ورا ما يبكي يطلع يقول لك خلص هذا ما عندي. فاعتقد هذا الاختيار هو اللي خلاني اتمسك انه انا اكون جزء من هذه الحالة. نسينا اول سؤال. اول سؤال اذا كاظم ندمان على يعني كان راح يكون ندمان على عدم المشاركة. وقت من اعطيتهم الاغنية مالي خلق لو شفتها غنيتها انا والاطفال، وما شاء الله يعني عبرت ملايين ملايين شافوها، وكان كل الفريق فرحان. هذا اعتقد سبب كبير كان انه انا اتمسك بالبرنامج، انه كل الاطفال طلعوا، كل الفريق طلعوا فرحانين. بس رديتهم يعني جبناهم من بيوتهم مره ثانيه ودخلوا على الاستوديو وسجلوا وطلعوا ورقصوا فرحانين طارين من الفرح. ولحد الان تسالهم يقول لك انا عندي اغنيتي مالي خلق. كل على هذا انا متمسك انه انا اكون، لان ان شاء الله ما راح يكون طفل زعلان في البرنامج ان شاء الله. السؤال الثاني كان لنانسي وتامر، بيسال استاذ سعيد بيقول هل انتم خايفين من مواجهه كاظم الساهر بموسم ثالث؟ يعني انا اذا بحب وجودي بشارك سنه الجاي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها مع كاظم وكاظم وكاظم وتامر. نحن ما جايين نتحدى بعضنا هون. انا صراحه انا عم اقول لك بتجربتي انا الشخصيه وشعوري انا الشخصي، انا والله العظيم انا اذا انا ربحت ولا اذا تامر ولا اذا كاظم اي طفل انا سعيده ذات المستوى، يعني مثل ما رح كون سعيده لحالي، سعيده لإله وسعيده لإله. هو الهدف من هالبرنامج هو انه ندخل الفرحه بقلوب كل الناس وخاصه بقلوب الاطفال، ويعيشوا هالتجربه اللي بحياتهم اليوميه هن ما عم بيعيشوها. شكرا نانسي. تامر بتحب تعلق على فيلم؟ عايز اقول ان الفرحه اللي احنا بنشوفها في البيوت، البيوت كلها، كنت اللي انا بشوفها في مصر وفي الوطن العربي، يعني ساعات بنشوف فيديوز كده بيبقى يعني مثلا لما حد فينا يختار حد تلاقي البيوت كلها عملت وكان في البلد كذبت مثلا تسعات. فشايفين ان احنا عاملين حاله جميله، مجمعين الاسره مع بعضها في حاله حب دايما بنشوفها في الكوره، بس اللي بيهتموا بالكوره بس، انما البيت كله بيهتم بالبرنامج ده وحابين الحاله اللي حصلت. فاحنا حاله الحب اللي احنا يعني كل حد فينا جزء بسيط بيحاول انه يصدر جزء بسيط منها اكبر بكتير من ان احنا نفكر مين فينا هيكسب. لا بالعكس، احنا كلهم ولادي، كلهم اخواتي الصغيرين، يعني الفرحه اللي بنشوفها احنا في عينين بعض فعلا اخوات كمدربين بنبقى حابينها لبعض. والاطفال كمان بنقعد معاهم رحله طويله نعلمهم يعني ايه زميلك اللي يكسب، انت لازم تحس بيه. اكيد في دموع غصب عنهم لازم ممكن تنزل، ودي حاجه شرعيه لان كل حد فيهم لازم يبقى عنده غيره انه ينجح، بس بنفس الوقت احنا بنحاول نربي جواهم حاجه انه ازاي يبقى عنده غيره النجاح، وازاي يفرح من قلبه ويحافظ على البراءه اللي جواه لزميله. عشان كده بنخليهم يخرجوا مع بعض ويلعبوا مع بعض. وفعلا يعني انا دخلت بعد كده ليهم كلهم محتفلين بحمزه وكلهم قاعدين بيتنططوا يلفوا حوالين بعض، وحاله كبيره من الحب. اعتقد الرساله اللي احنا بنحاول نعلمها للاطفال والفرحه اللي بندخلها في البيوت العربيه وفي قلوب الاطفال نفسهم، وحاله اللي كل طفل نفسه يبقى ناجح زيهم اكبر بكتير من ان احنا نفكر في حته مين فينا اللي يكسب. صح. تمام. كمان بدي اعلق على شغله، انه نحن مش عم نعلمهم، مش بس نحن عم نعلمهم اياهم، في كثير هن عم بيعلمونا اياهم. مساء الخير. استاذ كاظم، بدي اقول لك اول شيء مبروك انه للسنه الثانيه كمان فزت. هل تتخيل يوما ما انك تتحول الى صانع نجوم، بما انك هالقد بتعرف تكتشف المواهب وبتنقيها خياراتك صائبه؟ وست نانسي بحب اسالها سؤال، كيف فيها توصف صوت مجاي وصوت حمزه؟ شو الفرق بيناتهم؟ اثنيناتهم صوتين حلوين، بس بدي اعرف انت كيف فيكي توصفيهم اثنيناتهم وشو بيفرقهم عن بعض؟ سؤال صعب صراحه.
يعني مثل ما حضرتك بتفرقي صوتي عن صوت كاظم مع صوت تامر عن صوت احلام عن صوت اليسا، يعني كل حدا عنده صوت بيشبهه وبيميزه عن غيره، والا ما كان في نجوم كتار. صوت حمزه صوت مميز بالبقله الاودوت الحلبيه كثير ونجح فيها، يعني بكل اللي غنى اكثر شيء لما غنى اودوت حلبيه زقفنا له وحسينا انه عم ينجح بهذا اللون. بالنسبه لالي لجاي في شخصيه بصوته، بقدر اكتشف صوته دغري بسرعه، في شجن بصوته، انا عم بحكي ذوقي، انا حبيت صوته للوجاي، ومش بس اخترته على اساس صوته بس، حبيت صوته وحبيت وقفته وحبيت حضوره وبسمته، حسيت انه هيدا صبي بيقدر يعمل نجم بس يكبر اذا اشتغل اكثر على حاله. شكرا. شكرا. استاذ كاظم. انا سؤالي كانه صانع نجوم صعب علي بصراحه. صعب جدا. لا ما راح اكون يعني حقيقه. عم بقول جيني لما تركي له اياها لالو. هتفرغ الموسيقى، اتفرغ الموسيقى واجلس اعمل مؤلفاتي يعني.